السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية أعمل لايك للفيديو، شير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. بداية النهاردة جمعة، جمعة مباركة عليكم وعلى الجميع. جو الرطوبة عالية وجديدة قوي. تعالوا نبدأ معانا أول خبر. فاكرين طبعا كلنا موضوع فرج عامر وأحمد مجاهد والحكم محمد فاروق ومباراة الزمالك وسموحة. من كام يوم كان طلع رئيس نادي سموحة فرج عامر واتكلم من خلال صفحته على فيسبوك وكتب بوست طويل عريض اتهم فيه الحكم المعتزل محمد فاروق بالرشوة، وانه تلقى عرض يعني من الشركة انه يشتغل في الشركة راعية بعد مباراة الختامية ليه مباراة الزمالك والمصري، بس يهدي الزمالك الفوز لان ده طلب الشركة الراعية، لان لما الزمالك يلعب الاهلي في السوبر يبقى الاعلانات والعوائد المالية اعلى بكتير. ومش بس كده، اتهم هنا بوريدة واتهم احمد مجاهد، يعني قال لك كل ما كلمه عندي القلب يا قلبي يا مش عارف ايه. فاولا اللي عمله فرج عامر ده مش سليم. ليه؟ لانه بعد سنتين جاي فرج عامر يقول لك الكاس ضاع مني بهذه الطريقه. دي حاجه، كنت فين من سنتين؟ الحاجه الثانيه، مش مكان في فساد، في شبهه رشوه، مكانه الجهات الرقابيه او جهات التحقيق. قدم بلاغات في الناس دي، مش طالع على السوشيال ميديا بعد سنتين. انت ايه قصدك ابو الغر؟ وفي نفس الوقت النهارده رد مثلا احمد مجاهد عليه على القصه بعد يومين من قصه فرج عامر، يومين او ثلاثه من الكلام اللي قاله فرج عامر. لسه احمد مجاهد صاحي من النوم النهارده وفاكر انه يرد على فرج عامر، وكمان ايه مش قادر يجيب اسم فرج عامر، لان كلنا عارفين فرج عامر عضو في مجلس الشعب، فهو ممكن يكون خايف يجيب اسمه كده ولا كده يروح رفع عليه قضيه ولا حاجه زي ما بيعمل مرتضى منصور. يعني مرتضى منصور يشتم الناس كلها، لكن حد يجي يشتمه يتحبس. يشتم الناس كلها لكن حد يرفع عليه قضيه، ما عنده حصانه ما يقدرش. المهم كتب فرج عامر من خلال صفحته الرسميه على فيسبوك زي ما عمل فرج عامر، يعني كلمه لرئيس النادي الكبير سنا الصغير قدرا، الكبير في السن اللي مقامه صغير قوي. الرجوله تقتضي ان تواجه والناس في مناصبها، يعني المفروض وانا في مكاني تقدر تواجهني، لكن يمر الكذب والافتراء مرور القرام والايام بنا، الساكت عن الحق شيطان اخرس. اكمل اكاذيبك اخيرا بينك وبين نفسك، مش حاسس ان بينك وبين نفسك اخيرا بينك وبين نفسك مش حاسس انك صغير قوي؟ يعني اللي انت بتقوله ده مش حاسس ان انت يعني بتخترع وبتفترع على الناس واكاذيبك والكلام ده كله؟ فبرضه هنا اللي عاوز اقوله لاحمد مجاهد ان اللي عمله لاحمد مجاهد ده خطا ومش صح، خطا ومش صح. ليه؟ انت راجل شايف ان الراجل ادعى عليك كذبا وافترى عليك وقال ان الكلام ده انت راجل قدمت رشوه للحكم وانت راجل اهديت الزمالك مش عارف ايه، فانت شايف ان الراجل بيكذب عليك وبيفترى عليك وبيتهمك اتهامات خطيره، ما تقدم فيه بلاغ كاذب ولا قدم فيه اي حاجه للنيابه. يعني زي ما قلت الفرج عامر الكلام اللي بيقوله على الفيسبوك مش مكانه، الفيسبوك مكانه النيابه. وانا بقول هنا الراجل الطيب ده احمد مجاهد ده، يعني انت يا عم احمد يا مجاهد يعني بعد ثلاث ايام على ما افتكرت ترد على الراجل وجاي ترد عليه على فيسبوك، طب ما تروح تقضي يا راجل. قال انتوا ايه يا جماعه؟ انتوا حبايب كده في بعضيكوا بتطلعوا تتكلموا على مزاجكوا وبعد كده ترجعوا تتصالحوا برضه؟ ايه مش فاهم يعني حبايب واخوات وتقابلوا بعض تاخدوا بعض بالحب وقدام الناس على السوشيال ميديا تقطعوا بعض وتطلعوا تقولوا ده السوشيال ميديا دي بايخه قوي يا اخي وهتودينا في داهيه، وانتوا اساسا هو اسباب الاحتقان كلها من الناس دي. ناخد قصه سريعه كده، محمد صلاح وعمرو ورده، فاكرين قصه صلاح وعمرو ورده ودعمه وندي المتحرش فرصه ثانيه وما وصلهوش للمخسره؟ التويتين اللي قاله الراجل الطيب محمد صلاح حبيبنا ده. المهم محمد صلاح، وانا وقتها علقت وقلت اللي محمد صلاح عمله محدش هيسيب محمد صلاح في حاله، وخصوصا القصه في اوروبا. يعني هنشوف الدنيا ماشيه فين في اوروبا عادي، يعني الناس بيتم اتهامها يعني عندهم كله الا التحرش والسيدات، السيده لها وضعها هناك، يعني السيده هناك ب 100 راجل يا عم الحاج. المهم فجاه عمرو ورد قلت القصه هيدناها تتفتح كتير يعني،
رونالدو بيتهم بالتحرش، نيمار بالاغتصاب، ما هو الناس يعني زي ما بقول لحضراتكم. فالنهارده في لاعبه ليبيه اسمها فدوى الباهي، كابتن منتخب ليبيا للسيدات، عملت معاها جريده المانيه او مجله المانيه حوار بخصوص، وسالت عن محمد صلاح، اتكلمت عن محمد صلاح بشكل جيد والكلام ده كله، ولاعب محترم ومؤدب ويعني اخلاق عاليه وبتاع. طب وهي قصه ورده، ايه رايك في قصه ورده ودعمه للمتحرش ومش متحرش، غلط ومش غلط، ولكن محمد صلاح محترم، وعلى ما يبدو ان المسؤولين في كذا كذا اتكلموا وضغطوا عليه علشان ايه، عايزين اللاعب اللي هو عمرو ورده يستمر. المهم اتكلم عنه بشكل ايجابي، لكن كلامي هدفه ان الناس في بره ما بتهزرش تحرش، لا، وهتفضل القصه دي تلاحق محمد صلاح، وفي اقرب مؤتمر صحفي لمحمد صلاح يظهر فيه ويتكلم هيتسال عن موضوع التحرش ويدعم متحرش ازاي. فعلى محمد صلاح يجهز الردود من دلوقتي. امبارح كنت اتكلمت في عده موضوعات، منها مدحت عبد الهادي، ومنها قصه عمر هريدي ورفع قضيه علشان يسحب الدوري او بطلان الدوري من النادي الاهلي بسبب عدم تكافؤ الفرص. رد عليه برضه النهارده، والراجل ده محترم يعني كخبير كروي وخبير رياضي، الدكتور علاء صادق. رد عليه من خلال صفحته الرسميه على موقع التدوينات القصيره تويتر، وقال الى عمر هريدي. عمر هريدي زي ما قلت حضراتكم كان عضو مجلس الشعب، وكان في نفس الوقت عضو مجلس الزمالك السابق، يعني حابب يكسب تعاطف ود جماهير نادي الزمالك. قال لهم ايه، تعالوا ايه، انا هرفع قضيه على النادي الاهلي علشان ايه، نسحب منه الدوري الاخير ده بسبب عدم تكافؤ الفرص، لانه اشرك لعيبه من الدور في مباريات الدور الاول بصفقات يناير في الدور الثاني. المهم علاء صادق قال لك الى عمر هريدي، معجزه عصره واوانه، ممكن تضيف الدعوه القضائيه او تضيف للدعوه القضائيه الخاصه بالغاء فوز الاهلي بالدوري لاشراك وصفقات يناير في مباريات الدور الاول دعوه اخرى لالغاء فوز برشلونه 2019، لانه اشرك صفقات يناير في مباراتي جيرونا وايبيار بالدور الاول يومي 6 و13 يناير، وفاز فيهما 3-0 و3-1. ده بيكلم بالاهلي، نفس موقف برشلونه في الدوري الاسباني، كان ليه مباراتين متاجلتين من الدور الاول، لعبهم الدور الثاني بعد ما الصفقات بتاعت يناير وصلت، كسب 3-1 و3-0، ده بالنسبه لبرشلونه. يا اخ عمر هريدي، انت ما سمعتش يا اخ عمر هريدي ان الزمالك كان لهم مباراتين متاجلتين، مباراة مع الإسماعيلي ما لعبهاش أساسا في الدور الأول، لعبها في الدور الثاني باللعيبة اللي جابها في صفقة يناير يا أخ عمر هريدي. ما سمعتش إن الزمالك يا أخ عمر الكريم مباراة مع الأهلي اتلعبت في الدور الثاني بصفقات يناير يا عم الحاج يا عمر هريدي، ولا أنتوا عاملين زي محمد كان في مباراة سنة 96 تقريبا، أهلي عبد العظيم كان بيحكم والزمالك كان يعني لو يتعادل ياخد الدوري حاجة زي كده، فالأهلي كسب، فيعملوا إيه؟ لا الحكم ده ظلمنا، الحكم ده مش عارف ايه، اضرب كرسي في الكلوب، مهم بوظوا الماتش. بعد الماتش بيسالوا بعدها بكام سنه يعني، اشرف قاسم ونبيل محمود كانوا بيلعبوا، يقول لك عامل انت عملتوه ده صح ولا لا؟ يا عم الاهداف بتاعت النادي الاهلي صحيحه والحكم 100 100، ما ظلمناش وما فيهاش تسلل وكل حاجه مظبوطه، بس احنا حبينا نضرب كرسي في الكلوب. فعلى ما يبدو ان عمر هريدي بيحذو حذو، او هو ده يمكن نهج او مدرسه في نادي الزمالك، ان لم تستطع الحصول على الدوري اضرب كرسي في الكلوب. ده بالنسبة لموضوع عمر هريدي. أما بالنسبة لموضوع مدحت عبد الهادي، فالراجل الكابتن علاء صادق وصل لفكر رائع وتحليل راقي، يعني قال لك ما يقول وما فعله مسؤول الزمالك من رئيس وإدارة وإعلام ولاعبين ومدربين علنا من جهل وتضليل وكذب وفبركة وافتراءات يبرر كل التصرفات الجنونية والشيطانية والانحرافات من جمهورهم المفضوح أو المخدوع، يا ربي عشان ما نهاش بيشتمش الجمهور وبيشتم المخدوع، لقى الله يا جمهور الزمالك بالطبع إلا من رحم ربي. وده بسبب إيه؟ إن اللي هيقوله دلوقتي الكابتن مدحت عبد الهادي، قال لك كابتن الزمالك السابق مدحت عبد الهادي يخترع لائحة جديدة ويطالب لاعبي الزمالك بالفوز بالسوبر الإفريقي ليشارك في كأس العالم. ده اللي قلنا عليه إمبارح، مدحت عبد الهادي الراجل الطيب، وأقول له مش دي اللي بتودي كأس العالم يا مدحت. وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق يقيم دعوة قضائية وتضارب بلاغ فوز الأهلي بالدوري لإشراك صفقات يناير في مباريات الدور الأول الزمالك. يا سادة مدحت عبد الهادي هو مفكر إن تشيلسي رايح كأس العالم للأندية عشان كسب، مفكر ليفربول رايح كأس العالم للأندية علشان كسب تشيلسي في كأس السوبر؟ لا يا سيدي، هو عشان بطل أوروبا هو ليفربول، فليفربول من قبل المباراة متحدد إن هو راح كأس العالم للأندية عم مدحت، زي ما الترجي متحدد مش الزمالك. ده أنتوا يا أخي والله، وتطلعوا أنتوا اللي بتفهموا الجمهور، انتوا اللي بتوعوا الجمهور، ما هو تاري الجمهور او بعض الجمهور على راي علاء صادق قله قليله من الجمهور، يعني اقول لكم ايه بس.
برضه هنا أسامة السويسي جاي بصورة مدحت عبد الهادي، وفيديو مدحت عبد الهادي وبيتكلم عليه ويعلق مدحت عبد الهادي، يقول لك لازم لعيب الزمالك تشوف يا تقول يا فين امتى يجي ماتش الترجي ده علشان نروح كاس العالم للانديه. فعلق أسامة السويسي على القصه دي، قال لك بصراحه لم اصدق عندما قيل لي المعلومه، لكن بعد ما شاهدت وسمعت لن اغضب مجددا من اساءات بعض الموتورين من الجماهير بسبب جهلهم. ما النهارده طلع تقول لي رايح كاس العالم، يبقى انت كل معلوماتك يا عم الحاج. ما اما بالنسبه للنادي الاهلي فانتشر اخبار او تابع حساب النادي الاهلي ايميليانو دياز ورامون دياز زي ما عمل قبل كده مع الزمالك والكلام ده، الزمالك راح الزمالك، هم الصحافه استغلت القصه دي، قالك في بدء مفاوضات مع رامون دياز ونابلو لخلفا للاسارته ومش لاسارته والكلام ده كله. فمصادر النادي الاهلي طلعت نفت القصه، قالك ما فيش بينا وما فيش اي خط مفاوضات او بيننا وبين رامون دياز او ولده يعني. فالقصه كلها كلام فارغ يعني، وكلها صحافه واعلام ويعني احداث بلبله في النادي الاهلي. لكن احنا كجماهير ورا رسارتي ورا مجلس اداره النادي الاهلي ورا لاعبتنا في الحلو في المره قبل الحلوه زي ما بيقولوا. ده كان سريعا بعض الاخبار الخاصه بالفيديو ده، نلتقي في فيديو آخر قريبا إن شاء الله. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.